مساء الأفراح والمسرات، أمسي عليكم من مكان فخم، مكان رائع. إلى كل فتاة تبحث عن قاعة أفراح تكون فخمة تكون برستيج، أنا موجود بقاعة أفراح برستيج، نتعرف عليها وناخذ جولة، وجايب لكم عرض مرة مميز. هي ليلة عمر، فلازم ليلة العمر تكون ليلة مميزة. طبعا قاعة البرستيج زي ما أنتم شايفين بفخامتها بأناقتها تتسع إلين 500 شخص، بالإضافة طبعا الكنب الجانبي تقريبا 100 شخص، يعني الإجمالي تشيل 700 شخص. ما شاء الله تبارك الله والتميز. التنوع عاطنها فخامة، يعني هنا الكنب وجودة على الممر حق العروس، بالإضافة إلى الطاولات والكراسي وتزيينهم الجميل بالورد والكنب الجانبي. أيضا من المميزات أن الكوشة راح تكون مجانا، بالإضافة إلى طاولة الكيك هالأرجوحة الجميلة. صراحة برستيج بمعنى الكلمة. وهذا الممر حق العروس، شوفوا كيف فخامته. طبعا هذا المدخل حق الصالة، شوفوا يا جماعة كيف جمال الأبواب حقهم، مكان فخم بمعنى الكلمة. صراحة ليلة عمر فلازم تكون مميزة. أيضا من الأشياء المميزة بقاعة برستيج المصعد البانوراما، وهذا طبعا قليل ما نلقاه في القاعات، شيء مميز وإطلالة جميلة كده، والعروس وهي نازلة يا سلام، شوفوا كيف الإطلالة. بصراحة برستيج بمعنى الكلمة، يا سلام، الله، واو بمعنى الكلمة كده، والعروس طالعة والعروس نازلة، بصراحة شيء فخم. وهنا جناح العروس، شيء خاص في العروس. هنا طبعا حق أهل العروس، أهل المعرس. وهنا الغرفة حقت المكياج، وهنا استديو حق التصوير حق العروس، يعني هنا برستيج مهتمين بأدق التفاصيل. طبعا مدخل العروس حق الصالة يكون مستقل، لما تجي تطلع من الدرج هذا تخلص هنا في غرفة المكياج والاستراحة، وبعدها تنزل عبر المصعد. هذه دورات المياه الله يكرمكم، ما شاء الله تبارك الله، شيء فخم يا جماعة. وهذه قاعة البوفيه، طبعا قاعة البوفيه مرة ضخمة تتسع إلين 300 شخص. وهذه المنطقة طبعا حق التفتيش وحق وضع الجوالات، وهذا المدخل الجميل والفخم، إن شاء الله تبارك الله. وهذا المبنى من الخارج حق قاعة برستيج، طبعا تتميز أن فيها مواقف داخلية ومواقف خارجية، بالإضافة إلى موقعها المميز، موقعها القطيف هناك شارع الملك عبد العزيز، الرمية الزرقاء معاها على طول يمين، وهذه هي قاعة برستيج. ما وعدتكم بداية التغطية ان في عروض راح تكون مرة قوية، راح تكون مو فقط على البرستيج، على الاربع الصالات، القاعة الذهبية والمملكة الذهبية والبرستيج ودانة الربيع. بعد السنابة هذه بحط لكم البوست، اعملوا له كابتشر.